يعاني السكان في شمال وشمال غربي سوريا الأمرين أثناء التنقل بين المدن والبلدات في تلك المناطق، وذلك بسبب ممارسات حواجز الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، بالإضافة لممارسات عناصر ذات الفصائل بشمال سوريا. في شمال غربي سوريا، حيث تسيطر الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية ومناطق الشمال السوري التي تحتلها تركيا والفصائل الإرهابية التابعة لها، بات السوري يعيش واقعا مأساويا مع تعرضه يوما تلو الآخر لشكل جديد من الممارسات الاحتلالية اللا إنسانية بحقه من قبل تلك الفصائل. الانتهاك الجديد الذي تمارسه الفصائل التابعة للاحتلال التركي سواء في شمال البلاد أو في الشمال الغربي منه هو ما يتعرض له الأهالي من معاملة سيئة على حواجز تلك الفصائل أثناء التنقل بين قرى وبلدات تلك المناطق. فالتنقل بين المدن هناك بات همّا يشغل بال القاطنين في تلك المناطق نظرا لتصرفات عناصر الحواجز الخاصة بكل فصيل والمنتشرة بكثرة بين البلدات في ريفي حلب وإدلب. الأهالي في تلك المناطق اشتكوا من أنهم يستهلكون أكثر من 4 ساعات من الوقت لقطع مسافة لا تتجاوز 75 كيلومتراً، وعزوا هذا التأخر للتصرفات الصادرة من العناصر على الحواجز كمضايقة المسافرين وتفتيشهم بطريقة غير لائقة، فيما أكد آخرون أن عناصر الفصائل المسلحة يصادرون الممتلكات الشخصية للأهالي بحجة عدم تمرير أي مادة قادمة من منطقة أخرى خاضعة لسيطرة فصيل آخر، كما أنهم يفرضون الأتاوات على الأهالي بحجج واهية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ألمانيا سردار ملا درويش، صحفي ومدير شبكة آسو الإخبارية. أستاذ سردار مرحبا بك. بداية، هل يمكن إحصاء عدد الحواجز التابعة للفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي في شمال غرب سوريا؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. لا يوجد أي إحصائية قادرة على إحصاء الحواجز الموجودة في مناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل والمدعومة من الاحتلال التركي في شمال سوريا. حقيقة هذا يعود إلى أن كل 10 أشخاص يقومون بتسليمهم بفصيل يستطيعون أن يضعوا حاجز على طريق ما. بحسب المعلومات الواردة من هناك دائما أن كل مسافة 1 كيلومتر ترى حاجز يكون إما لمجموعة من الأشخاص، وهؤلاء جميعهم غير منضبطين حقيقة، ليس هناك أي آلية ضبط عليهم، وهذا يعود في البدء إلى ظهور العسكرة في الحرب السورية. يعني بعد ثورة وظهور العسكرة شكلت حالة فوضى كبيرة في البلاد. اليوم فصائل الجيش الوطني هي بالأساس فصائل، بينها فصائل متطرفة وبينها فصائل مختلفة التسميات، لكل فصيل يكنى إما باسم المنطقة التي العشيرة التي ينحدر منها أو باسم ما، وكل فصيل يقوم بوضع حواجز. هذه الحواجز باتت مصدر رزق بالنسبة إليهم عبر إيقاف المدنيين، عبر فرض الأتاوات على المدنيين، عن أخذ الأتاوات من المدنيين، وهذا حقيقة يسير في فوضى العسكرة العارمة في المنطقة ككل. ليس هناك عوامل ضبط أو سلطان على هذه الفصائل. كل 10 أشخاص يقومون بتسليح أنفسهم ويسمون نفسهم باسم فصيل معين وتحت لواء الجيش الوطني السوري يقومون بهذه الأفعال. يعني رغم ذلك كل 10 أشخاص يشكلون حاجز، كل 100 متر في حاجز، والانفلات الأمني والتفجيرات والسرقات، الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، مشهد يطغى. يعني الحقيقة هؤلاء ليس فقط غير منضبطين، يعني هؤلاء أساسا فاسدين أيضا. هؤلاء هم بؤرة الفساد في هذا المنطقة، لأنهم يعتاشون على الفساد، يعتاشون على قضية على التهريب وعلى الإساءة وعلى الأتاوات.
يعني لا يوجد أي واقع شرعي يستطيع ضبط هؤلاء الأشخاص. رزقهم يعتمد على الأتاوات التي يأخذونها من المدنيين القادمين، لا يوجد أي حالة انضباط بينهم، الفوضى العارمة بينهم تدعهم يقومون بالإساءة الدائمة بحق المدنيين، وفي الحقيقة لا يوجد ضابط لهؤلاء لدى المعارضة السورية، ليس لدى المعارضة السورية أي قدرة على ضبط هؤلاء. المعارضة السورية تعتبر هؤلاء في حال أي تقدم بأنهم منتصرون، وفي حالة الإساءة يقولون هذه عصابات منفلتة لا تتبع المعارضة ولا الثورة السورية، ولكن في الحقيقة هؤلاء هم من يعني منذ بداية العسكرة وبعد ظهور الجيش الحر والتواه، كان معظم هؤلاء هم الذين حولوا الجيش الحر إلى جبهة النصرة وإلى فصائل متطرفة وعاتوا فسادا، وليس لديهم أي فعل سيء إيجابي يقومون به تجاه المدنيين، لذا نراهم دائما يقومون بالأفعال السلبية، وحقيقة هذا شكل الصورة السيئة وصورة سلبية بحق المدنيين في تلك المناطق. إلى أي درجة عم تشكل اليوم هاي الحواجز معاناة للأهالي أستاذ سردار؟ يعني معاناة الأهالي مستمرة مع ظهور العسكرة حقيقة، ولكن ربما بعد سنوات من ظهور العسكرة اليوم الأهالي يعتمدون في تنقلهم وفي ترحالهم بمواجهة هؤلاء الأشخاص. يجب أن يكون دائما هناك رضا لهؤلاء الأشخاص، يفرض عليهم الأتاوات، هذا عدا قضية الفلتان، على قضايا الاختطاف وقضايا الابتزاز. الكثير من الناس الذين كانوا يتنقلون بين مناطق شرق الفرات وغرب الفرات ومناطق المعارضة تعرضوا للاختطاف، وتم طلب فدية من أهلهم، فدية وصلت لآلاف الدولارات. وفي الحقيقة هؤلاء يعني عندما تحاول التواصل من أجل إنقاذ أي أحد لا تستطيع التواصل مع أحد يمون عليهم، لأنهم في النهاية هم فصائل غير منضبطة، فصائل منفلتة، وهذا أيضا ليس جديد، يعني منذ ظهور جبهة النصرة وفصائل متطرفة أخرى تم دائما الاعتقال أو أسر العديد من الأشخاص، خاصة الأشخاص الغريبين عن المناطق التي يحكمونها بداعي طلب الفدية. فكثير من الفصائل اليوم مصدر الرزق أو مصدر الإيراد لديها هو بحالات الخطف والانتهاك والوقف على حواجز غير شرعية. طيب هل يمكن إرجاع هذا السبب إلى كثرة هذه الحواجز؟ هذا ما يدفع الجميع هناك لإنشاء حواجز؟ يعني اليوم مصدر بات الانخراط في العسكر أو الجيش الوطني في تلك المناطق هو يعتبر مصدر رزق، ولكن الرواتب التي توزع عليهم هي رواتب قليلة جدا التي يمنحهم إياها الاحتلال التركي، فهؤلاء على السرقة وعلى فرض الأتاوات كي يستطيعوا أن يعيشوا، هذا لا يبرر لهم هذا الشيء، خاصة إذا قارنا الواقع اليوم من يقوم بالعمل بالعسكرة يفرض نفسه على المدنيين. كثير من هؤلاء لا يريد العيش بحياة مدنية طبيعية، يريد أن يبقى في السلطة والسلاح بيده واللباس العسكري ويفرض أتاوات على الناس ويفرض نفسه، هو مرض حقيقة يعاني منه هؤلاء الأشخاص. طيب لديك مزيد من المعلومات حول طبيعة هذه الحواجز مع الأهالي؟ هل التعامل يكون مع الذكور كما الإناث؟ يعني حقيقة الانتهاكات مختلفة عزيزي، هناك انتهاكات مختلفة، هناك بعض الأشخاص الذين يريدون العبور ويكونون غريبين عن المنطقة يتم اختطافهم، وفي حال أدرك أن لدى هؤلاء عوائل يستطيعون أو لديهم قدرة على دفع مقابل مادي جيد يقومون باختطافهم والاتصال مع أهاليهم، عدا ذلك يقومون بأخذ أدوات من السائقين ومن الأهالي الذي يمرقون في تلك المناطق. يعني انتهاكات مختلفة، إذا كان هناك مجموعة من الأشخاص غير المنضبطين الذين يقومون بوضع حواجز على الطرقات وابتزاز الناس والانتهاك تستطيع أن تتوقع منهم أي شيء، حالات الخطف، حالات الانتهاك، حالات الابتزاز، حالات أخذ الأموال، حتى تصل لحالات التحرش والاغتصاب أيضا من قبلهم. طيب لما لا يقوم الاحتلال التركي بضبط هذه الفصائل التابعة له ورفع سيفها عن رقاب الناس برأيك أستاذ ستار؟
يعني تركيا لأنها تريد أن يكون هناك دائما فوضى عارمة، ليس من مصلحة تركيا أن يكون هناك انضباط. من يقوم باحتلال المدن وتهجير الناس وطرد الناس وطرد السكان الأصليين في حكما سيعتمد على أناس غير منضبطين. هؤلاء الأناس غير المنضبطون لا تستطيع أن تضبطهم في الأماكن. تركيا ليست متأذية منهم، في النهاية تركيا تقوم بمنحهم الوصاية على السوريين داخل سوريا وليس على تركيا. وفي جميع الأحوال كل الفصائل التي تقوم تركيا بدعمهم هي خليط من فصائل متطرفة، فصائل غير منضبطة. اليوم لو عدنا إلى الجيش الوطني السوري أو الذين يقفون على هذه الحواجز، الكثير منهم كان منتمي إما لجبهة النصرة أو كان منتمي لداعش. هؤلاء لا تستطيع أن تقوم بضبطهم، وتركيا لن تقوم بضبطهم لأنها تريد دائما أن يكون هناك فوضى. وإلا نحن نرى التهديدات التركية الدائمة حد المستمرة حتى اليوم، واحتلالها لمناطق في شرق الفرات وغرب الفرات كان بداعي أن تقوم هذه الفصائل هي بآلية عدم انضباط المنطقة ونشر الفوضى بشكل عارم. يعني في ظل اليوم الانفلات الأمني والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وعدم استتباب الأمن، يحكى بأن الخيار الأنسب بات للأهالي لكل من يستطيع هو الهجرة وترك المناطق السورية الخاضعة للاحتلال التركي. يعني حقيقة لا نستطيع أن نطالب جميع الأهالي بالهجرة، ليس الجميع يستطيعون الهجرة أيضا. في النهاية يجب أن يكون هناك أناس يعيشون على الأرض، لكن يجب العمل دائما على كيفية حماية المدنيين، كيفية تخليص المدنيين من أنياب هذه الفصائل وأفعالها. وهذا حقيقة يتطلب قرار دولي بأن يكون هناك فعلا يتخذ قرار لحماية المدنيين من هذه الفصائل وعدم انضباطها، وخاصة أن هذه الفصائل بالأساس هي مدعومة من دولة مثل تركيا وغيرها. وقضية العسكرة في الأساس، أعود للحديث في البداية، هذه العسكرة وجدت لدى الجميع، العسكرة الفوضى العسكرة وجدت لدى الجميع، ليس هناك سلطة مركزية تستطيع أن تضبط هذه الفصائل. كل 5 أشخاص يرتدون لباس عسكري ويحملون السلاح ويقومون بوضع حاجز على الطرقات، وبذلك يقومون بابتزاز الناس وانتهاكات بحق الناس وآلية الخطف. هي حالة حرب في النهاية والفوضى عارمة فيها. في نهاية الوقت المخصص شكرا جزيلا لك من ألمانيا سردار ملا درويش، صحفي ومدير شبكة آسو الإخبارية. بعد الفاصل، حلب وتزايد ظاهرة السرقة.